اليوم الاستشارة هذه اللي رغم تجنيد إمكانيات مهولة للدولة، أموال، تجهيزات، موظفين، سلطة سياسية، استعمال القصر اللي ما عندهمش الحق في الانتخابات، استعمال الأطفال للترويج لها، فشلت في حشد الشارع. واليوم بالتدليس وبكل الخزعبلات اللي يقوموا بها، السلطة ما نجمتش تتجاوز 352 ألف اللي احنا سجل الانتخابي مرشح انه يرتفع الى 9 ملايين، يعني 352 ألف بما فيهم من لا يصوتون اللي سنهم اقل من 18 سنة. اذا هذا ضحك على الذقون، هذه محاولة فاشلة ويئسة من رئيس سلطة تصنيف الاعمال لاقناع الرأي العام الوطني والدولي ان هناك موافقة شعبية على تغيير نظام الحكم بالطريقة التي يريدها، في حين أن الشعب التونسي لا يرغب في المغامرات وفي سياسة الهواة وفي تفكيك الدولة. وبالتالي الرزنامة اللي اعطاها رئيس سلطة تصنيف الأعمال أولا غير قابلة للتطبيق، وبينا ذلك من حيث الإجراءات والقانون. ثانيا هي فيها استبلاه واستغباء وتزوير مسبق لإرادة التونسيين عبر استشارة ما شاركوش فيها وعبر استفتاء لا يعلمون على ماذا سيتم استفتاؤهم. تونس تنزف اقتصاديا، تنزف ماليا، تنزف اجتماعيا، نحن على أبواب مجاعة في أزمة اجتماعية غير مسبوقة، وبالتالي كل هذه المماطلة لن تصب إلا في دفع البلاد إلى الفوضى والمس من الأمن القومي. لذلك لابد من إرجاع المؤسسات الدائمة عبر انتخابات وممارسة الشعب لسيادته عبر الصندوق. قانون الميزانية 2022 الذي تمت صياغته خلصة لأنه لم يصوت عليه برلمان، لم تتم استشارة الخبراء، لم يعرض على الشعب التونسي، تضمن أهداف غير قابلة للتحقيق، بني على فرضيات أثبت الواقع اليوم عدم سلامتها، وبالتالي كل التقديرات متاع النفقات والتقديرات متاع الإصلاحات باطلة ولاغية لأنه الوضع تغير والفرضيات غير منجزة بطريقة علمية ومستندة إلى الواقع. إلى اليوم الثلاثي الأول لـ 2022 شارف على النهاية ولم تدخل أي موارد مالية للميزانية، في حين أن تونس في حاجة إلى ما لا يقل عن 12 ألف مليار بالعملة الصعبة. إذا هناك تهديد لمعيشة التوانسة، تهديد لأجور الموظفين، شركائنا التاريخيين واللي هما اليوم قاعدين باش يدعموا تونس في إطار أنه تتحصل على موارد مالية، هناك توتر في العلاقات بسبب تصريحات رئيس سلطة تصريف الأعمال، عزلة دولية، انعدام للرؤية والاستراتيجية. وفي الأثناء نريد أن نسطو على إرادة الشعب التونسي ونجبره على تغيير أنظمة وقوانين في غفلة منه، لن نسمح بذلك. احنا قلنا هذا التنظيم اللي احنا نحاربه فيه توا ومعتصمين عامنا والوسنا وفي البرلمان لن نرضى به في المشهد السياسي مهما حصل. القانون يجب ان ياخذ مجراه، وهذا التنظيم جاء للتحيل، تنظيم يرعى الارهاب، تنظيم يرعى الظلاميه، يريد اقصاء المراه ويريد التلاعب بالامن القومي التونسي، ونحن في مكافحته دوما الى حين ابعاده. الرئيس متجه للانفراد بالسلطة، جمع كل السلطات بين يديه، ليس هناك أي آلية رقابة لقراراته، ليست لدينا أي إمكانية للطعن في قراراته، نحن في وضع الرعاية، نحن في وضع دولة الخلافة، الحاكم بأمره يدير شؤون الدولة باعتباطية، الأزمة الاقتصادية تستفحل، التناحر الاجتماعي على الأبواب، المجاعة على الأبواب، لن نرضى بالزج بتونس في هذه المتاهات وهي في ظل دولة هشة وضعيفة بعد أن أنهكها الإخوان تيلة عشرية الدمار والخراب.